لا تكون الدورات حصرية فقط مثل ما اللي جاي نشوفها بالنجف الأشراف، أغلب الدورات المجانية تكون على اللغة الفارسية. ليش ما صارت على اللغة الإسبانية أو على اللغة الإنجليزية أو على اللغة الفرنسية؟ المنظمات اللي تابعة لإيران، ممكن حتى الأحزاب، إنه تزج كلمات دخيلة على نفس اللهجة وتفتح دورات مجانية وغير الدورات المجانية لتعليم اللغة الفارسية. هذا الإقحام يسبب فسخ الإنسان عن هويته العربية.